هذا الواقع السيء جدا على المعلم، ظروف اقتصادية صعبة يعاني منها المعلم مثله مثل باقي قطاعات المجتمع. نحن هنا كنقابة معلمين مع المعلمين يدا بيد لتحقيق هذه المطالب وتحسين واقع التعليم بشكل عام وواقع المعلم بشكل خاص لكي يحيا المعلم حياة كريمة. اليوم رجعنا نطلعنا وقفة احتجاجية للمرة الثانية أو للأسبوع الثاني حتى نرجع نأكد أن الأضراب مستمر، ونحن لساتنا مصرين على مطالب المعلمين، ونتمنى من الجهات المسؤولة أنه تأخذ بعين الاعتبار مطالب المعلمين. طبعا الإضراب لا يشمل المطالبة فقط بالرواتب أو بحياة كريمة للمعلم، إنما يشمل مجموعة كبيرة من المطالب بهدف تطوير التعليم وتنميته وعدم عدم البقاء على هذا الحال المزري سواء للمعلم وسواء للطالب. الإصلاح الإداري والإصلاح العملية التربوية وتوحيد الجهات المسؤولة بالتعليم، توحيد كل جهة مثل ما قلت تتبنى شيء، نحن بدنا نوحدها بمسؤولية واحدة مثل ما نقول وزارة التربية، ما أنا لا تبعين مثل محلي ولا غيره ولا سباته، نحن بدنا توحيد الجهة مسؤولة عننا واحدة فقط.